الوالي هو المسؤول الأول تاع الولاية نتاعو، كل مدراء خاض عنده، ولما يشوف اللي قطاع من القطاعات ما راش يشتغل ومتقعص يوقفوا، من حقه يوقفوا، من صلاحياته باش يوقفوا. اللي تعين عنده مدير معروف غير الكفاءة نتاعو ولا بقربه من شبهات، عنده الحق يرفضه. الوالي يمثل الدولة على مستوى الولاية كرئيس حكومة، هو رئيس حكومة.